الله دائما نستعين. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نتواصل هناك ايضا في هذا التواصل الجميل وهذا الانطلاق في هذه الفترة الصباحية من عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نتواصل مع الشوط الخامس عشر هناك والمخصص أيضا باندفاعة الجعدان محليات الأصايل. الصدارة المقدمة المركز الأول في هذه اللحظات، أرى هناك منبع من يتواجد على الصدارة ومع المركز الأول، يعود ملكية منبع عبد الله بن محمد بن عيف العامري. هناك أيضا هذا الشعار الجميل والمميز الذي دائما له صولات وجولات في سباقات الهجن العربية الأصيلة. سلام محمية الهقع على هذا الانتاج الطيب. اتواجد هناك مع المركز الثاني، وهناك التواصل مع حداد محمد بن راشد بن غالب المنصوري والمركز الثالث. اتابع هملول، هناك سيف بن محمد بن سيف بن مايد المزروعي من يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع، هناك ايضا الوصول في هذه اللحظات شاهين علي بن مانع برحمه الشامسي والمركز الخامس. اتابع هناك من على بعد الذيب حمد بن سالم بن سليم الاكتبي والمركز السادس. سادس المراكز، هناك الوصول ظبيان تركي بن عوض الله الصوات، هناك من يتواجد على المركز السادس والمركز السابع. هناك التحديات من الواعي احمد بن سعيد بن احمد الرميثي والمركز السادس. في هذه اللحظات وداع من ياتي هناك ويوادع المراكز الخلفيه، سيب بن محمد بن هزيب المنصوري من يتواجد مع المركز السادس المركز السابع. سابع التحديات، سابع الاثاره، هناك ايضا سالم بن علي بن حمد بن إداه المنصوري. هناك شيان من يتواجد ويندفع بهذا الشعار الجميل، سلامي واحترامي على بنوك الانتاج الذي تتواجد هناك ايضا من عاصمة الميادين. المركز التاسع، هناك ايضا لفان وصل البخيت بن جابر بن مسلم الجنيبي، هناك مقدما لفان مقدما هذا الاسم الجميل. بينما التحدي والإثارة، هناك من سراب وسالم بن علي بن حمد بن إداه المنصوري. هكذا الأسماء العشرة الأوائل المتقدمة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة هنا، أعود إلى المركز الأول. هناك التحديات والإثارة في هذا الشوط، الصدارة والمقدمة. بقول هناك شاهين، شاهين مع الصدارة، علي بن مانع برحمة الشامسي هناك من يتواجد، ولكن المركز الثاني، المركز الثاني من الجانب الأيمن هملول، هناك سيب بن محمد بن سيب بن مايد المزروعي والمركز الثالث. أتابع هناك الواعي، أتابع الواعي مع المركز الثالث، واعي. نعم بالفعل، هناك اسم على مسمى ما شاء الله، احمد بن سعيد بن احمد الرميثي. وهناك التحديات من ظبيان تركي بن عوض الصوات، هناك من يتسلل على الصداره وعلى المقدمه وعلى المركز الاول. هكذا التحديات، هكذا الاثاره، هكذا التنافس هناك ايضا في هذا الشوط الجميل. سلام، الله الله الله، عوده الى المركز الخامس، عوده الى المراكز الخلفيه، عوده مع الزحف هناك ايضا من التحديات والاثاره مع المركز الخامس. هناك ايضا شاهين من يتواجد في هذه اللحظات، شاهين ويعود ملكيته، ولكن وداع. هناك ايضا من يتسلل مع المركز الرابع في هذه اللحظات، سيب بن محمد بن هزيم المنصوري والمركز الخامس في هذه اللحظات. هناك ايضا الذهب، هناك ايضا الوصول في هذه اللحظات من هداد محمد بن راشد بن غالب المنصوري من يتواجد هناك منفرد انفراد كلي عن بقية المراكز مع الصدارة. بينما المركز الخامس، هناك وداع سيف بن محمد الهزيم المنصوري والمركز السادس. سادس التحديات، سادس الإثارة، هناك ايضا اعزائي المشاهدين من الذهب عبد الله بن سالم بن ثعلوبة الدرعي الاكتبي، هناك ايضا من يتواجد في هذه اللحظات. بينما هناك لفان بخيت بن جابر المسلم الجنيبي، عودة الى الصدارة، عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول هناك أيضا، والصدارة والاندفاع بهذا الشعار الجميل. سلامي على شعار الوثباوي هناك الذي يقدم هذه العروضات الجميلة المميزة هنا. سلام، الله الله الله، هداد
هناك أيضا هداد بن يتواجد على الصدارة، هداد مع المقدمة مع المركز الأول. محمد بن راشد بن غالب المنصوري، سلامي عليك المنصوري، سلامي عليك يا بن غالب. هناك أيضا من يأتي بهذه النوعيات الفريدة من نوعها هنا على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، 1200 متر هنا أيضا مع الصدارة ومع المركز الأول. هداد هناك على الصدارة مع المركز الأول، ولكن ظبيان وصل، ظبيان يتقدم تركي وابن عوض. الله الصوات هناك أيضا على المركز الثاني، يا سلام المركز الأول وثاني المراكز هنا، الحوار ما بين المراكز الأمامية، ولكن هداد مع الصدارة، هداد مع المقدمة مع المركز الأول هنا. الله الله الله، محمد بن راشد بن غالب المنصوري هناك من يتواجد مع الصدارة هذا الشوط، ولكن خلي بالك يا بن غالب وصل هناك ظبيان، وصل للسلالة ظبيان هنا على المركز الثاني. تركب العوض الله الصوات هناك، ولكن هنا الصدارة المقدمة هنا، يسلوب يا سلام صدارة هذا الشوط المقدمة مع 500 متر هناك، يا سلام خليه الهوالي قادر واحد هناك أيضا مع هداد مع الصدارة مع المركز الأول، ولا يحتاج إلى أوامر، لا يحتاج إلى تعليمات. مثل هذه النوعيات الفريدة من نوعها بهذا الانفراد الجميل هنا، سلام وثباوي سلام إلى عاصمة الميادين هنا، محمد على ظهر هداد، محمد بن راشد بن غالب المنصوري هناك على الصدارة مع المركز الأول. خط النهاية دائما يرحب بهذه النوعيات، يرحب بهذا الشعار، يرحب بهذا العرض الجميل. سلامي واحترامي، سلامي لمتابعي وعشاق هذا الشعار، ولكن هناك أيضا الحذر، حذاري من الحذر مع الأمتار الأخيرة. خط النهاية ولكن هداد أقرب للناموس. هناك الحذر على المركز الثاني، ياسر بالتوفيق بالهلال الظاهري، بينما المركز الثالث ثالث المراكز الوصول هناك أيضا من ظبيان تركي بن عوض الله الصوات. والمركز الرابع أتابع هناك أيضا الوصول من الذهب عبد الله بن سالم الثعلوب الكتبي، والمركز الخامس هناك شاهين سعيد بن محمد بن خيلة العامري. هكذا النداء للمراكز الخمسة الأوائل المتقدمة، لحظات وصول هداد إلى خط النهاية، حامل هذا الشعار وحامل هذا التوقيت الزمني 7:54 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس محمد بن راشد بن غالب المنصوري. المركز الثاني وصول هناك من الحذر ياسر بن توفيق بن هلال الظاهري 7:54 تسعة أجزاء من الثانية. المركز الثالث هناك أيضا ظبيان تركي بن عوض الله الصوات مقدما هناك أيضا، هذا أيضا الاسم الجميل والتوقيت الزمني للمركز الثالث. هناك عبر سيدة القنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة من قلب الحدث، هناك أيضا أعزائي المشاهدين الذي يأتي في المركز الثالث 7:56 جزءا يتيما من الثاني. تهانينا والناموس للجميع.